في نهاية الشوط الأول اللي من الناحية المعنوية كانت أثرت نوعا ما، ولكن هذا الشيء ما منعش باش اللاعبين عاودوا رجعوا يعني عملوا طيلة يعني الشوط الثاني كامل. أنا انسيستي يعني رغم أنها كانت صعيبة، فريق الخصم كان يعني جاء الوراء غلقوا لنا يعني كل المنافذ. اليوم الفوز هذا أنا نقول سي ميريتي، والحمد لله يعني 3 نقاط راح تخلينا نكونوا في أريحية نوعا ما، ونحضروا المباراة القادمة كما كان الحال إن شاء الله.